تحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد المثير، هذا الديربي المغاربي، لقاء الجيران ولقاء الاشقاء بين الوداد الرياضي والترجي الرياضي التونسي بذكريات 2011 سنة تتويج فريق الترجي بلقب الشامبيونز ليج وذكريات كأس الكؤوس الإفريقية 98 لما التقى الفريقان بين الذهبي والإياب. هنا كان الانتصار بالنسبة للوداد 2-0 والانتصار لفريق الترجي هناك بالأراضي التونسية. كمية كثيرة وعديدة اللقاءات التي جمعت بين الترجي والوداد، فريقان استحق تواجد في نهائي الشامبيونز ليج، حمل لقب 2017 الوداد الرياضي وحمل لقب النسخة الماضية 2018 نادي الترجي الرياضي التونسي. هيمنة عربية في هذه المسابقة مشاهدينا الكرام، الأرقام تؤكد ذلك، وحوار الوداد الرياضي والترجي يتكرر مرة أخرى في صيف 2019 مشاهدينا الكرام. الفصل الأول سيبدأ حوار هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. جرت العادة أنه فريق الوداد يستقبل بكازا منذ أشهر عديدة وملعب كازا مغلق، وبالتالي الوداد رفع على اختيارات المدرب. اليوم نبدا مع فريق الترجي، الدوادي 5، خليل الشمام 20، يوسف البلايلي 10، توما جونيور، لوكوس اللاعب النيجيري رقم 29. هذه الاختيارات وهذه التشكيله النموذجيه حاضره بما في الجناح الايمن برايم النقاش، لوباس داخل منطقه الجزاء كرام ومع العلالي على الخصوص وحمل الدافين، ولا ننسى كذلك المدافع بين الذهبي والاياب. كان التتويج بالنسبه للطل في مواجهه طبعا كتيبه نبيل معلول انذاك اللي فاز بلقب الشامبيونز ليج مع فريق الترجي. نعم 0-0 في كازا، 1-0 في نصير، واسماعيل ينضم كذلك السعيدي بسبب الايقاف، وناجم اسماعيل يعطي باس بخارج القدم وحصير يرفع راسه نصير ويرفع مع الكره. لكت والمعاناه والتعقيدات التكتيكيه والضغط العالي لفريق الترجي المتوقع، الكره وانطلاقه من الجهه يعمل مراوغه الحداد، يدخل الحداد فرصة، يلا 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 الحداد، تحية بابا توندي، بابا توندي يرفع لي الكرة، بابا توندي قيادة الهجومية على مستوى التنسيق ورجم صريح يا فوزي بنزارتي. هذه معضي شكل كلي وخلق تقريبا 6-7 فرص في اسماعيل البينية لمحمد وناجم، يمشي محط تكتيكي خالص وهذا تعودنا عليه في المواجهات. ابراهيم النقاش وسط الكره الجهه اليمنى والعرضيه بعد ذلك الى الركنيه، اول خوض نهائي الشامبيونز ليج تاريخيا، يعتبر خامس حارس مرمى ودادي يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا. تاكناوتي اللي فاز باللقب البطوله مع نادي اتحاد طنجه كمعار من فريق الوداد، تتوتر الاعصاب في هذه الاثناء، ودور قيادة قريش شلال لتاديه اللاعبين، تاديه اللاعبين في هذا الديربي المغاربي. دربالي سامح الدربالي على مشارف في منطقه الجزاء، كومارا حذر الوداد لا يستسلم. طبعا في بعض الانديه خاصه الانديه التي تفتقد الخبره الافريقيه، يعني بعد 20 دقيقة 30 دقيقة ربما معنويا الأمور لا تمشي كما يجب، ولكن الوداد كاريزما والوداد الكاف في 2005 انطلاقة من أوناجم، يلا يا أوناجم يلا يا أوناجم، يدخل أوناجم والتغطية الدفاعية بعد ذلك الحكم الصفر، خطأ وضعية تسلل الخطأ. نعم وقيادة جريشا يعلن عن ضربة حرة لفائدة فريق الترجي، الأجواء ضبابية في هذه اللحظات. نعم عامل من العوامل أيوب الأمرود أم بقية اللاعبين، ممكن محمد الحداد وممكن حتى هل تفعل وتسجل أول أهدافك في مسيرتك هذه الكرة، كيف سيتصرفون وكيف سيتعاملون مع هذه الكرة فريق الوداد أمام نادي الترجي في المسابقات الإفريقية، والحكام ماذا يقول؟ كان في تدخل أمام أندار معين الشعباني وسيكون هناك كارت أصفر من جديد، كارت أصفر في طريق جهاد قريش، انتبه للعملية وبالتالي سيوجه الإنذار في هذه اللحظات. غلال الشعلان الفريقات أمام لوكوس وأشرف داري، قطع يا أشرف، ممتاز ممتاز أشرف داري، ممتاز أشرف داري، والحكام صفر خطأ. أين هو الخطأ يا جهاد قريش؟ وليد الكارتي طبعا رجل صراحة، عشرة وسط الكرة على الجهة اليسرى، محاولة المرور، وإبراهيم النقاش ماذا يقول؟ 11 في كازا بين نبيل معلول وميشيل مجرات امام الكرة العالية في اتجاه وناجم، يدخل وناجم العرضية، معز بن شريفية في نهاية المطاف. هاتك في مباراة الاهلي، كرة في وسط الميدان، كثيرة هي الالتحامات، هذا ما يصعب تقدم فريق الوداد الرياضي. شوف الإعادة هناك على الجهة اليسرى، محمد وناجم محاولة المرور، عرضية
وين 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 هذه الكره؟ الحارس معز بن شريشيه، كره بعيده تماما من كيدي يغيب حتى الان. يتعلق الامر بعبد اللطيف نصير، ولكن البعض يقول لك بديع لاوك، ولكن تقدم اسماعيل، يدخل اسماعيل، خليل الشمام يقطع المجال امام اللاعب اسماعيل الحداد. الحكم يطلب دخول الطاقم الطبي في هذه اللحظات. شوف الاعاده هنا، العوده في نهايه المطاف من ايمن بن محمد. نعم، هو من قطع الطريق امام اسماعيل، يكون اخطر. تلعب كره من خليل الشمام في القائم الثاني، خطيره. سجلوا الهدف مع الاسف. يتمكن فوسيني كوليبالي من هز الشباك على بعد لحظات من نهايه شوط المباراه الاول. غير معقول، هدف ياتي في اللحظات الاخيره من عمر الشوط المباراه الاول. وقلت بان الهدف خارج الديار، يعني عنده وزن كبير في لحظة المراقبة. هنا المراقبة كانت سيئة جدا. القائم الثاني شوف تركولي وحده، والثاني كذلك فوسيني كوليبالي. شوف الإعادة، غير معقول. الرقابة كانت سيئة جدا، لا في اللاعب الأول ثم اللاعب الثاني. فوسيني كوليبالي ينجح. حداد وميشيل بابا توندي، هنا دور الجمهور. صلاح الدين السعيدي يرفع كرة، صلاح الدين في اتجاه ميشيل باب اسماعيل، يمرر اسماعيل والعرضية بعد ذلك، وبابا توندي يسدد مرة جانبية. السعيدي، ثلاث لاعبين داخل المنطقة، وفرصة وجدار الدم والذهب يقف امام مناورة اسماعيل. الحكم ذا يقول فيها خطأ. نعم، هذا قريش سيواجه الانذار لابراهيم النقاش. النقاش بطاقة حمراء يا ابراهيم، يا النقاش. الوداد الرياضي ويخرج ابراهيم النقاش بالورقة الحمراء. كان دوره مهم يا فوزي بنزرتي، الاوراق تتبعض في نهاية الشامبيونز ليج. شوف الإعادة مرة أخرى، العملود في غلطة فادحة. لوكوسا يتقدم، لوكوسا يمرر، واحدة قصيرة والعرضي ممنوع المرور، خطيرة. وغير بعد الطرد ابراهيم النقاش، يعني ما أخشاه صراحة. سنة أنيس يرفع للقائمة الثانية وبالرأس التدخل. عندهم غلال الشعلاني، لذلك يا فوزي لازم الرد. يحيى جبران لسد الفراغ الذي تركه ابراهيم، لازم تضحي بلاعب يلعب في الهجوم. وسط الكرة مرة أخرى، حكيم يقول فيها خطأ، يعني منذ طرد النقاش والترجي والذي يستحوذ على وسط الميدان. في كرة عرضية ومتابعة دفاعية بعد ذلك تتحول. أخطر مع بداية شوط المباراة الثاني، جاري من جمهور الترجي. نعم، القى كل السهولة واليسر في الدخول وفي التجول. صار اخطر يوسف البلايلي مرت سالمة. شوف الترجي اصبح هو المسيطر واصبح هو المبادر في جولة ثانية في بدايتها غريبة من الوداد، يعني منطرد النقاش والوداد يعاني. السعيدي يمر الكرة لوليد الكارتي، وفرصة نصير فرصة. عليك يا قياد يا غريشا، الاحتياجات قوية من عناصر فريق الوداد. غير معقول. سنشاهد الإعادة مرة أخرى. قياد غريشا يلجأ للفار مرة أخرى ليتأكد من الصورة، ليتأكد من اللقطة اللي كان فيها الكثير من الكلام والجدال والاحتجاج من عناصر فريق الوداد الرياضي. تطورات كبيرة في هذه الجولة الثانية، ولكن نقول لك يا فوزي يمكن هنا خطأ استراتيجي، لأنه كان لازم تقوم بردة فعل سريعة بإعادة التوازن للوسط. وسيكون هناك تغيير في هذه اللحظات. نعم، التبديل أيمن زمن، إعادة التوازن في الوسط. وأنا ليس اللاعبو الذين خلقوا الحدث، ولكن الحكم. كرة في وسط الميدان، هنا الضربة الحرة اليمنى لفائدة فريق الترجي. خطأ، راه العملية سهلة لقودة اللي لازم تدخل يحيى جبران، لأن الترجي بدأ يسيطر. يفعل نصير حسوني، لم تمر هذيك اليسرى. حذاري من البلايلي، حذاري من الشعلالي، وحذاري من الكوسا، والتسديدة والتيكنا لخطورة الترجي دائما جهة اليسرى. أيضا تلعب الضربة الحرة من إسماعيل، إسماعيل وجول! جول! كومارا يعدل الأداء
النتيجة في هذه اللحظات. كومارا يسجلها، كومارا يضعها في المرمى، والحكم هذه المرة ليس لك المجال أن ترفض هذا الهدف. الكرة في المرمى واللقطة سليمة والضربة الرأسية.